طيب مستر كيم، يس. حضرتك جيت في 2007 وقعدت لغاية 2011، دي الفترة الأولانية، ورجعت تاني دلوقتي بعد 10 سنين تقريبا. احكي لنا بقى تجربتك في مصر عاملة ازاي؟ When I hear I'm appointed to نعم، عندما عرفت أنني تم تعييني في مصر وأكون مديرا لLG مصر وقلت لزوجتي أنني سأعود إلى مصر، كانت زوجتي بكت. She was very happy. كانت سعيدة جدا. بكت من الفرحة، كانت في غاية السعادة أن تعود إلى مصر. وكانت ابنتي ولدت هنا ولدينا ذكريات عظيمة في مصر، وعندما عرفنا أننا سنعود كانت عائلتي سعيدة. يعني بنتك مصرية دلوقتي، اتولدت في مصر. almost طب الفرق ايه؟ الفرق شو في ايه في مصر اختلف من 2011 ل 2021، 10 سنين كاملين، ايه اللي اختلف في مصر؟ in terms of فيما يتعلق بتطوير المدينة، كلنا نعيش في المعادي. المعادي لم تتغير كثيرا، ولكننا نتحدث عن مناطق القاهرة الجديدة، فارق ضخم جدا. الشيء الجيد أيضا هو أن الناس سواء هنا في القاهرة أو على البحر الأحمر أو على البحر المتوسط كما هم، لم يتغيروا عما كانوا منذ 10 أعوام. حاجة كويسة، حاجة عظيمة. الحمد لله. Watch it.